قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. كنا نشرح كتاب عمدة الأحكام في كلام خير الأنام، ووصلنا إلى باب العيدين أو باب صلاة العيدين. اقرأ أستاذ. نعم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب صلاة العيدين، أي هذا باب صلاة العيدين. العيدان المقصودان هنا هما عيد الأضحى وعيد الفطر، ولأن فيهما تقام الصلاة، صلاة العيد. فيذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب أحاديث تتعلق بأحكامهما وما شرع فيهما الرب سبحانه وتعالى. فالعيد أصلها من العود والعودة، أي بمعنى الرجوع والتكرار، يقال عاد يعود عودا بمعنى رجع. ولذلك لماذا؟ لأنها تعود كل سنة مرة، وقيل بما تعود به من السرور والغبطة والفرح. وكذلك فيها نوع من التفاؤل، العرب أحيانا يطبقون الأسماء على بعض الأماكن والأزمنة تفاؤلا، مثل قولهم مثلا القافلة، القافلة من القفول وهو العودة والرجوع، هي ذهبت وانطلقت وسموها قافلة لأنهم يتفاءلون بعودتها ورجوعها. كذلك أحيانا يقولون مفاوز الصحراء، يطلقون المفاوز على الصحراء تفاؤلا بالفوز فيها. وكذا سليم، الإنسان الملدوق يسمونه سليم، يقولون سليم، وذلك تفاؤلا. وقيل من العادة، أخذ من العادة، ويجمع أعياد ولا يجمع أعوات، مع أن العيد من ذوات الواو، إلا أنهم جمعوها بأعياد حتى لا تختلط بالأعواد بأعواد الخشب، فقالوا أعياد. والذي يهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق من ناحية شرعية، والأعياد من العبادات، فحسب ما ورد عن الشارع الأعياد من العبادات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. الأمم لهم أعياد، وأعياد الإسلام يحددها الشارع، لا تحددها العادات ولا التقاليد. ولذلك ومما يدل على ذلك ويؤكد أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل المدينة وكان لهم يومان يعيدون فيهما ويقومون فيهما ما كان عندهم من العادات من الألعاب وغيرها. وعندما استفهم النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أهل المدينة
ما هذان اليومان؟ قالوا هما يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله قد بدل لهم بيومين خيرا منهما. ودائما المبدل منه في حكم الإسقاط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهل المدينة على أن الله جل وعلا اختار لهم بدل هاتين اليومين هذين اليومين بيومين آخرين خيرا منهما، وهم عيد الأضحى وعيد الفطر. فأهل المدينة بعد ذلك لم يسمع على أنهم أقاموا بهذه الأعياد، وإنما ذهبت مع التاريخ. وهذا يدل على أن أعياد يحددها الشارع، وهناك أعياد كثيرة استحدثها الناس، يعني أعياد حولية في كل سنة يقومون بهم مرة أو مرتين، عيد الأم وعيد كذا وعيد الأعياد كثيرة، وهذا مما استحدثه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتشبه المسلمون بأعياد الكفار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول الأعياد عبادة، والعبادات التوقيفية، فيجب أن يتنبه لهذا. المواليد والأعياد التي كثرت واستحدثها الناس، وأغلبها مما يقلد به أعداء الله سبحانه وتعالى، وأخذ من مناهج وأفكار أخرى. كذلك الفرق بين أعياد المسلمين وأعياد غيرهم، هذه الأعياد سنرى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأحاديث التي تأتينا شرع فيها العبادات والطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، والقرآن الكريم بيّن على أن المؤمن له الحق أن يعيد بعدما يقوم بأعمال جليلة، أعمال عظيمة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. منها يعني عيد الفطر تأتي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى تأتي بعد الحج. فلذلك قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للصيام قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالأعياد هي تكبير وتقديس وتمجيد وطاعات وعبادات وإطعام الطعام والتيسير على الأهل والعيال وغير ذلك، هي عبادات تقرب بها إلى الله عز وجل. أما أعياد أهل الملل الأخرى أو أعياد غير إسلامية فهي تتسم بفسق والفجور والخنا وغير ذلك، وهذا هو الفرق. كذلك الأعياد هي إظهار شعائر الإسلام وإظهار قوة المسلمين وإغاظة أعداء الله عز وجل، فهي تحمل في طياتها معان عظيمة جدا الأعياد. ولذلك الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه وفق الطاعات والعبادات ويتقرب إلى الله عز وجل. أما الصلاة وهي من العبادات التي تزاول في وقت الأعياد، فبدأ المؤلف هنا ذكر على أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام على أنه كان يصلي الصلاة عليه الصلاة والسلام في العيد. قال عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ذكر هذا الحديث. وقبل أن نشرح الحديث هذا نشير على أن العلماء اختلفوا هل صلاة العيد سنة أم فرض،
ثم اختلفوا هل الفرض الذين قالوا بفرضيتها هل هي فرض كفاية أم فرض عين، وذهب جمهور للعلم على أن صلاة العيد سنة، وكعادتهم استدلوا نصوص خارجية أو اصطادوا هذا الحكم من نصوص أخرى كحديث المعروف هل علي غيرها لا إلا أن تطوع قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الراجح من حيث جمع الأدلة والتأمل فيها على أن صلاة العيد هي فرض كفاية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ما تركها في حياته عليه الصلاة والسلام، ولو كانت ولو لم تكن فرض لبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي سأله الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام هل علي غيرها، وكان يقصد الصلوات الخمس، أما هذه ليست من الصلوات الخمس، ثم أنها تنوب عن فرض صلاة الجمعة تنوب عنها، والسنة لا تنوب عن الفرض عن والسنة لا تنوب عن الفرض. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام استمر في حياته. وإذا قلنا هي فرض كفاية، إذا اتفق أهل البلد على تركها أنهم يقاتلون حتى يقيموها لأنها من شعائر الله عز وجل. ثم هذا الحديث عبد الله بن عمر أورده لسبب هذا الحديث ليبين على أنه هناك كان هناك إجماع عند الصحابة أن تقدم الصلاة قبل الخطبة بالنسبة للعيدين، تقدم الصلاة، صلى صلاة أولا ثم بعد ذلك يخطب الخطيب، والخطبة ليست من صحة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخير الناس عليه الصلاة والسلام، الذي يريد أن ينصرف فلينصرف كان يقول عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر كان من منهجه وهديه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ منه، لكننا نرى هنا أنه قال كان النبي وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قال هكذا كان يكفي أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين قبل الخطبة. فإذا ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم ممدوح حتى لا ترك بعد ذلك. لكنه لماذا أضاف النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليه الشيخين، أضاف إليه الشيخين أبي بكر وعمر، لماذا؟ لأنه كان يريد أن يقول هذا الحكم الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقديم الصلاة على الخطبة لم ينسخ، وإنما استمر الحكم هكذا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر. ثم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده صار إجماعا عند الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فيريد عبد الله بن عمر أن يقول انعقد الإجماع على ذلك، على تقديم الصلاة على الخطبة بالنسبة للعيدين. وأمرنا كذلك الاقتداء بالشيخين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقتدى بهما. وفي عهد الأمويين حصل على أنهم كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة على صلاة العيد، فبدأوا يخطبون كما ورد في الصحيحين. كذلك مروان بن حكم قدم الخطبة على الصلاة، وكما ورد في صحيح البخاري أن أبو سعيد الخدري خرج مع مروان بن حكم، ومروان يومئذ كان أميرا على المدينة من قبل معاوية.
فخرج مروان وأبو سعيد الخضري إلى الصلاة صلاة العيد. فلما وصل إلى الساحة ساحة الصلاة فإذا مروان يصعد على المنبر قبل أن يصلي، فمسك أبو سعيد الخضري بذيله بطرفه فجذبه جذبا، لكنه رفض وصعد على المنبر. فقال له أبو سعيد الخضري قال له الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة، فلكنه استمر. فقال له أبو سعيد غيرتم والله أي غيرتم دين الله. فقال له قد ذهب ما هناك يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، يعني قد ذهب مما كنت تعلم. الناس ليسوا كالناس في هذا الزمن، كانوا يقول ليسوا كالناس الذين كنت تعلم. فقال والله مما أعلم خير مما لا أعلم. فذكر بعد ذلك السبب لماذا قدم الخطبة على الصلاة. قال إن الناس لا يكونون يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. إذن هنا هذا الحديث وفي صحيح البخاري ورد السبب الذي قدم مروان الخطبة قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الناس إذا صلوا الصلاة وقدمت الصلاة وطبقت السنن، الناس بعدما ينتهي من الصلاة كانوا يتركون مروان وأمثاله. لماذا؟ لأن الناس ما كانوا يريدون أن يسمعوا منه في بعض الألفاظ أو كلام كان يستخدمه، منها الشتم في بعض الصحابة أو في بعض الناس يشتمهم، أو يذكر مغالات في إضراء ومدح بعض الناس. وبالتالي الناس ما كانوا يريدون أن يسمعوا خطبته، فحتى لا ينصرف الناس بدأ يقدم الخطبة على الصلاة، لأن الناس مجبرون عندئذ أن ينتظروه، يعني لأنهم ينتظرون الصلاة. وهذا هو السبب الظاهر. العلماء ذكروا أسباب أخرى، منها أن الناس يتأخرون، فإذا تأخر الناس حتى يلحقوا الصلاة. لكن ما دام وردت العلة واضحا، مروان نفسه ذكر هذه هي العلة الأساسية. وعبد الله بن عمر أنكر كذلك ولاحظ هذا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يقدمون الصلاة قبل ماذا؟ قبل الخطبة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الحديث يدل على أن الخطبة كانت واحدة، خطبة العيد؟ وهذا هو الظاهر، وإن قال بعض العلماء يخطب خطبتين، وهو الظاهر على أنه كان يخطب عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا أضيف إلى خطبته للنساء عليه الصلاة والسلام، كان يخطب فإذا انتهى من الخطبة كان يذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام، لأنه كان لم تكن هناك مكبرات الصوت بحيث يصل إليهم الصوت، يصل إليهم الصوت. ونعم، فهنا هناك العلماء، بعض العلماء أوردوا روايات تدل على أن عثمان بن عفان في آخر خلافته أنه كذلك قدم الخطبة، خطبة العيد على الصلاة، لكن هذه الرواية لا تصح. وروي عن معاوية وعبد الله بن الزبير، لكن العلماء ضعفوها هذه الروايات. وإن كان حافظ بن حجر ذكر بعض الأسانيد، لكن قال الروايات في صحيحين، أو الرواية في الصحيحين لا شك أنها أقوى من هذه الروايات. فأول من أحدث التقديم الخطبة على صلاة العيد ك
كان مروان بن حكم. ثم بعد ذلك عاد الماء إلى مجراه، عادت الأمور إلى ما كانت عليه، وهذا هو سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصلاة تقدم أولا، تصلى صلاة العيد سواء كانت صلاة العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى، ثم بعد ذلك بعد صلاة العيد عيد الأضحى الإنسان يذبح، وكذا رتب القرآن الكريم فصل لربك وانحر. وأما بالنسبة لصلاة العيد قد أفلح من زكاها، كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بهذا الترتيب معه. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي بعد هذا، اقرأ. نعم، إن عندنا عناقا لنا جدع، ما مكتوب عندك ها؟ إن عندنا عناقا، هذا هو صحيح. طيب، ثم ذكر حديث الثاني في الباب، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى عليه الصلاة والسلام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى، وسمي أضحى لأن فيها تضحى وتذبح فيها الأضحية وتقع في وقت الضحى. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة كما دل الحديث السابق، صلى عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خطبته تناول الأحكام التي تتعلق في ذلك اليوم، فبين الأحكام عليه الصلاة والسلام، ومما قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا، يعني من صلى مثل صلاتنا، أو من صلى صلاة كصلاتنا، ومن هنا الشرطية، هذا هو الشرط الأول، من صلى صلاتنا وهي صلاة العيد بشكل الذي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاته. تجد صلاة العيد المذاهب يختلفون لأنه دخل فيها اجتهادات، لكن الأصل الصلوات أن تكون توقيفية، يصلي الإنسان حسب ما ورد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من صلى صلاتنا، قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني، ونسك نسكنا، أي وذبح ذبيحة كذبيحتنا، أو ذبح مثل ما ذبحنا. والنسك هو المقصود هنا هو الذبح، نسك بمعنى يعني ذبح، والمنسك هو موضع الذبح. وسمي كذلك العبادات، عبادات الحج كلها مناسك لأنه هو العبادات، والناسك هو المتعبد، الإنسان الذي يتعبد. وأصل الكلمة أخذت من النسيكة وهي الفضة الخالصة، كأن المتعبد أو الذي يقوم بهذه الأعمال كأنه يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى،
يصفيها لله جل وعلا، عندما يذبح يذبح لله سبحانه وتعالى، ويتقرب به أي بالذبح إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي نسك. قال ونسك نسكنا أي وذبح كذبحنا تقربا ونسكا إلى الله عز وجل. فقد أصاب النسك، قال عليه الصلاة والسلام، يعني فقد أصابها، فقد أصاب هو جواب الشرط، فقد أصاب النسك يعني بمعنى أنه أصاب المشروع وعبادته وقعت في موقعها، فقد أصاب النسك وقت الشرع. فاللي يشترط أن تكون الصلاة في زمانها الذي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان صلى صلاة العيد قبل وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وقت زمانها فهي لا تصح هذه العبادة. ثم النسك الذي يذبح لابد أن يكون موافقا لهدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادات كما قلنا توقيفية، لابد أن يراعى من حيث النوع والوقت والجنس وصفته حتى تكون عبادة مقبولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن العبادات التي لم تتوفر فيها شروطها ما هو حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام ومن نسك أي ومن ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة صلاة العيد فلا نسك له، قال عليه الصلاة والسلام، يعني فلا نسك له أي لا تقبل أضحيته عند الله عز وجل، فليست نسكا ولا يجد منها الأجر والثواب. لماذا؟ لأن هذه العبادة فقدت شرطها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لذلك الرجل الذي ذبح قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية ولا تجد منها ثواب ولا تقع في موقعها، وقال إنما هو لحم قدمته لأهلك. وهذه النصوص كلها تدل على أن الإنسان عليه أن يحافظ شروط الشرع كما هي. فإذا تعدى الإنسان صلى صلاة في غير وقتها فهذه صلاة لا تعتبر صلاة شرعية ولا تجزي عنها ولا تقع في موقعها، كالذي ذبح في غير وقت الذبح، لأنه يشترط أن يذبح بعد الصلاة، بعد صلاة الإمام، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. كذلك هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا تعدى على المأمورات، الأشياء التي أمرها الشارع ووقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يكن لجهله عذر، لا يعذر له بجهله. والدليل على ذلك آخر الحديث، فقال قال أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ابن نيار وهو خال البراء بن عازب، خاله يعني أخو أمه، خال البراء بن عازب أبتي، وهو خال البراء بن عازب، قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، نسكت شاتي قبل ماذا؟ قبل صلاة العيد، هو ذبح قبل صلاة العيد، وكان الأصل أن يذبح بعد صلاة العيد، صح هذا هو شرطها، فالعبادة وقعت في غير وقتها، هذا هو الشرط الذي يعني فقده، أو الشرط الذي انخرم في العبادة، هو الشرط الذي تركه هو أنه قام في غير وقتها. طيب قال إني نسكت شاتي، نسكت بمعنى ذبحت شاتي قبل صلاة العيد، وسبب ما هو؟ الرجل اجتهد، عنده اجتهاد، قال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. فهذا الحديث هنا يدل على أنه كان مما استقر عند الصحابة أن أيام العيد
يوسع الطعام والشراب للأهل، فكانوا يعلمون. والنبي عليه الصلاة قال لهم يوم العيد يوم أكل وشرب، سعى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله، لكن وضاف وذكر الله عليه الصلاة والسلام. وعرفت أن اليوم يوم عيد وهو يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. هو مجتهد صح، الرجل اجتهد يريد أن يذبح شاته مبكرا ويفطر بها ويأكل الناس قبل أن يذهب إلى الصلاة، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي وتقديت قبل أن آتي الصلاة، أن أكل قبل ما يروح الصلاة، قبل ما يذهب إلى الصلاة. هذا هو اجتهد هذا الرجل، ما عنده من الاجتهادات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، قال عليه الصلاة والسلام. كل الاجتهادات هذه ما نفعته، لأن العبادة وقعت في غير موقعها وترك شرط وفقدت شرط. قال شاتك شات لحم، يعني ما هي ما لا تعدو أنها شات أكلتموها وذبحتموها خلاص، لكنها ليست أضحية، ولا تجدون منها ولا تجدون منها الثواب الذي كان يرجى وراءها. وكما أشرنا سابقا ورد في رواية أخرى إنما هو اللحم قدمته لأهلك، قاله عليه الصلاة والسلام. طيب، وهكذا الجميع العبادات، يعني إنسان صلى صلاة الظهر قبل وقتها ما تجوز، صلى صلاة العشاء قبل وقتها، جمع بين المغرب والعشاء وليس هنا وليس مسافرا وليس من، لا يجوز. هذه العبادة لا تقع في واقع في مكانها، لأنه يشترط أن تكون العبادات أن تتوفر شروطها. ولذلك العلماء يقولون هناك فرق بين المأمورات والمنهيات. المأمورات يعني لا يعذر للجهل، هذا الرجل كان عنده من الشيء من الجهل ولم يعذر له النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المنهيات فإذا كان عند الإنسان عذر كالنسيان والغفلة وغير ذلك فإنه لا يأثم، لأنه يشترط الإثم يشترط أن يكون متعمدا ويعرف ومتعمد. وبالتالي هناك ملاحظة، أما العبادات لا بد أن يأتي بها على أي حال. فقال هنا عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، ثم طرح حلا آخر قال يا رسول الله، فالرجل يريد أن يضحي ويجد أجل أضحية، قال فإن عندنا عناقة يا رسول الله، عناقا لنا، حسب مكتوب عندي عناق أنثى، هي أنثى المعز سمى عناق. فقال يا رسول الله عندي عناق، العناق أنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، فإن قوي فهم يسمونه عتود. قال عندي عناق وحر، عندنا عناق يا رسول الله، وأنا عندي في الرواية هنا جذعة بمعنى قوية، وعند مسلم عناق لبن هي بمعنى ما زالت نعم وقوية ترضع، يعني في رواية المسلم عناق لبن. وقالوا هي كانت دون 4 أشهر، قال يا رسول الله عندنا عناقة وهي أحب إلي من شاتين، يعني أحب إلي لحمها من لحم شاتين، لأن لحم العناق لذيذ وطيب ولا شك في ذلك، ولذلك قال أحب إلي من شاتين. وكانت قوية وكانت سمينة، ولذلك أشار على أن نوعيتها جيدة، وهي أحب إلي من شاتين. أفتجزي عني لو ذبحت،
تجزي عني أي عن الأضحية. وهذا السن هو سن لا يجزي عن الأضحية ولا شك، لا يجزي عن الأضحية وعن الأضحية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذه قضية قال له عليه الصلاة والسلام: العناق هذه تجزي عنك أضحية، لكن لا تجزي عن أحد بعدك. هو خاص، أي خاص بأبي بردة، خاص هذا الحكم. والأصل أن يكون الحكم عاما، والحديث يشير إلى ذلك. الحكم الذي يحكمه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يكون عامة للناس كلهم، إلا أن ينص الشارع بالتخصيص. هنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام هو يجزي عنك، خاف أن يخص عليه الناس بعد ذلك، وأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي بردة أن يذبح عناق لتكون أضحية، فيقول الناس بعد ذلك، يفعل الناس. ولذلك هنا استدرك عليه الصلاة والسلام وقال: ولن تجزي عن أحد بعدك. تجزي، وهذا هو اللي يقال تجزي، نعم، تجزي بالفتح، صح، تجزي، لا تجزي كذلك قرية بضم، لكن الفتح صح، استخدم القرآن الكريم: لا تجزي نفس عن نفس، يقال جزى عني كذا بمعنى قضى عني كذا وكذا. وأما إذا قلنا تجزي لا تجزي، أخذ من أجزاء الرباعي. قال لا تجزي أي بمعنى لا تكفي عن أحد بعدك. وقد يخصص الشارع حكما ما لأشخاص معين، والعلماء قالوا لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم لأبي بردة، وذكروا يعني أشياء اجتهادات من عندهم. بعضهم قال لأنه رجل ذبح أصلا، ذبح شاة واجتهد وبذل ما عنده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا الحكم جبرا لخاطره عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام علم ما عنده من الاجتهاد والإخلاص وغير ذلك. والذي يهمنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي، لا تجزي عن أحد بعدك، وهذا حكم خاص به. طيب، ثم الحديث الثالث نأخذه قليلا إن شاء الله. حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يقال جندب ويقال جندب، رضي الله تعالى عنه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. هذا ترتيب: صلى صلاة العيد يوم النحر، بمعنى يوم الذي تنحر فيه الإبل، والنحر للإبل والذبح للشاه، فصل لربك وانحر، لأن الإبل تنحر من النحر، نعم، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وأما الذبح يستخدم للشاة، وقد يقال كذلك للبقر الذبح، نعم، الغنم، الغنم والبقر، بارك الله فيك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نحر، هذا يوم صنع يوم النحر، وهو يوم العاشر من شهر ذي الحج، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العيد يوم النحر، ثم خطب عليه الصلاة والسلام. خطب بمعنى أنه خطب خطبة العيد بعد صلاة، وثم أفادت لنا الترتيب والتراخي، كما أفاد لنا حديث عبد الله بن عمر السابق على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا ثم خطب عليه الصلاة والسلام وصلاة العيد. أما الجمعة بخلاف ذلك، الجمعة أولا تبدأ الخطبة ثم بعد ذلك صلاة، وكذا الخطبة يوم العرفة، فهي أولا يوم عرفة تخطب
ثم بعد ذلك تصلى، وهذه كان من هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خطب عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، ثم بعدما انتهى من الصلاة ومن الخطبة ذبح عليه الصلاة والسلام. هذا هو هذا ترتيب الصلاة، ثم الخطبة، ثم ذبح. فصل لربك وانحر لربك، بعد ذلك يأتي النحر. فهذا ترتيب. ولو أن إنسان ذبح يعني قبل الصلاة فمر بنا الحديث على أنه لا يجزي عنه. وكذلك المذبوح، الشيء الذي يذبحه لابد أن يكون في السن الذي حدده الشارع. نعم، وإذا كان وسنشير إن شاء الله تعالى في الحديث الذي تأتينا، فإذا كان أقل من السن الذي ذكره الشارع فإنها يعني لا تجزي عنه. كذلك إذا كان المريض مثلا الشاة مريضة عرجاء أو مريضة أو عندها عور وغير ذلك، ببعض الأشياء التي سنشير إليها إشارة عابرة بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. من ذبح، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. يعني الذي ذبح قبل الصلاة، الذي ذبح قبل الصلاة فإن هذا الذبح ما صح، وبالتالي فليذبح أخرى مكانها. فليذبح، هذا هو أمر، وهذا الأمر هل هو للوجوب أم للإرشاد الذي يريد أن يضحي فليذبح مكانها أخرى حتى تقع له موقعها وحتى تصح. هنا العلماء هذا الحديث وحديث أخرى كذلك في الباب اختلف هل أضحية واجبة أم غير واجبة، ويعني هل الإنسان إذا كان يستطيع يجد يعني جدة أو مالا ويستطيع أن يذبح وترك هل يأثم أم لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك، وأدلة كذلك الأدلة في الباب وردت تدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يترك الأضحية وهو باستطاعته أن يضحي. يعني قضية عندما نترك وجوب وغير وجوب، نقول صلاة العيد الإنسان لا ينبغي أن يترك صلاة العيد، أن يصلي صلاة العيد، كذلك لا ينبغي أن يترك أضحية وهو يستطيع أن يضحي. بل عليه الصلاة والسلام نهى من يجد جدة أي المالا أن يحضر الصلاة إذا لا يريد أن يضحي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن قضية الوجوب وعدم الوجوب، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي أولى بالاتباع عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من الحديث الذي استدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن ذبح الأضحية واجب الذي يجد يعني. وأهل البيت تكفيهم شاة واحدة يذبحها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: فليذبح أخرى مكانها، هذا أمر. ومن لم يذبح، قال ومن لم يذبح الآن، يعني الإنسان الذي لم يخضي كما فعل ذلك الإنسان الذي ذبح قبل وقتها فهو يريد أن يذبح الآن، قال فليذبح بسم الله. عندما يذبح فليذبح بسم الله، فاذكروا اسم الله عليها صواف كما قال سبحانه وتعالى. فعندما تذبح الذبيحة أو تنحر، نعم، سمى اسم الله عز وجل، قل بسم الله، بسم فليذبح بسم الله. من حيث الشكل، من حيث الكتابة، بسم الله هناك كتب ألف، فإذا كان بسم الله ليست كاملة تظهر ألفها يكتب هكذا بسم الله، وأما إذا كان كاملا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تظهر الألف من حيث الكتابة يعني. فليذبح بسم الله. كذلك هنا الذبح بسم الله، وهي من المسائل التي فيها دار فيها اختلاف بين العلماء، هل ذكر اسم الله يعني واجب عندما تذبح الذبيحة؟ وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أنه كذلك لا ينبغي إنسان أن يترك ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، والقرآن الكريم نص في ذلك في آيات كثيرة، كلما يذكر الذبح القرآن الكريم يذكر فاذكر اسم الله، فيذكر اسم الله عز وجل. ولذلك الخلافات التي دارت بين الفقهاء هذه تأتي عندما ينسى الإنسان، لو نسي
هل نقول الذبيح حرام؟ لا، لا نقول الذبيح حرام ما دام هو مسلم، لكن بما أنه مدرك وأنه يعلم ذلك وأنه لم ينسى فعليه أن لا يترك. نعم يعني أفضل ويحتاط يعني، بس لا صار دار فيها الخلاف. هنا قال فليذبح بسم الله، قال عليه الصلاة والسلام، وقوله فليذبح بسم الله، لو ذبح باسم غير الله تكون الذبيحة حرام أم حرام؟ حرام، تكون ماذا؟ وما أهل به لغير الله، ما أهل لغير الله، هي تكون مثل الخنزير وهذا هذا إذا ذكر باسم غير بسم الله. نعم، إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فيكون هذا إذا تكون الذبيحة هذه محرمة لو ذبح باسم الولي أو باسم عيسى أو باسم شخص أو مثلا اسم أي أحد عندما يذبح، هذه تكون يعني هذا أولا هو الشرك والكفر، ثانيا المذبوح يكون حراما عندئذ بنص القرآن الكريم، ولذلك الذبح هو عبادة وقربة. نعم قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى، وأن يذبح الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا لله عز وجل. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، إذا كان عندكم شيء يعني استفسار بإذن الله عز وجل. نعم 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 نعم، هو في الركعة الأولى سبعا وفي الركعة الثانية ستا، نعم مع تكبيرة الإحرام. نعم تكبيرة الرفع لا لا يحسب بها تكبيرة الرفع. نعم نعم تكبيرة الاعتدال، الاعتدال لا سمع الله. نعم طيب إسحاق، خطبة العيد يعني ليست واجبة على الصحيح، لأنها لو كانت واجبة لوجب حضورها واستماعها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخير أصحابه إننا نخطب، فمن أراد أن يستمع فليستمع ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، كان يقول عليه الصلاة والسلام. نعم وببعض أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خير الصحابة، هذا يدل على أنها ليست بواجب. نعم لا، حضور الخطبة ليس بواجب لأن النبي خير الصحابة كما قلنا، الصلاة هي التي يحضرها الإنسان، أما بعد الصلاة لو أراد أن ينصرف الإنسان ولم يستمع الخطبة له ذلك، بخلاف صلاة الجمعة فواجب أن يستمع الإنسان الخطبة، عرفت كيف؟ والنبي خير عليه الصلاة والسلام. أنا أحيانا أخ قال لي يا أخي شيخ قل له اجلسوا فصلاة بعد صلاة متين من صلاة العيد، فقلت لا أقول له، بل النبي عليه كان يخيره اللي يريد ينصرف ينصرف له الحق ينصرف. نعم في شيخ ذكر ليش نعم لا 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 ليس بصحيح هذا أبدا، لأنه فيه دليل واضح في المسألة، إذا كان فيها دليل يعني ليس المسألة اللي رده له، والحديث حديث صحيح كما هو معروف. نعم طيب خلاص، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.